وزارة الدفاع السويدية تعلن وفاة أحد الجنود السويديين الليلة الماضية في المناورات العسكرية التي تشهدها منطقة أوفركالكس شمال السويد. المسؤول الصحفي في وزارة الدفاع فيليب سايمون قال إنه تم استدعاء سيارات الشرطة وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية. أدى خلل فني صباح اليوم الاثنين إلى توقف حركة القطارات في يوتوبوري بين محطتي ليسباري ومولاندال، ما أثر على الرحلات بين مركز المدينة ومالمو من جهة وبين المحطة الرئيسية وعدد من المحطات في الضواحي. مصلحة النقل قالت إنها لا تعلم حاليا الوقت الذي ستستغرقه عملية الإصلاح، لكنها أوضحت أن العديد من المسافرين المتضررين سيتم تعويضهم من خلال توفير حافلة نقل لهم. مصلحة بيئة العمل السويدية تقول في أحدث تقرير لها إن الشكاوى حول أعمال العنف والتهديد في المدارس تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبحسب المصلحة فإن عدد الشكاوى ارتفع من 450 إلى 900 شكوى. الحكومة السويدية أعلنت من جهتها نيتها إجراء تغييرات في قوانين التعليم تتيح المزيد من التشتت لمكافحة ظاهرة العنف. تحقيق للتلفزيون السويدي يظهر أن الشرطة طلبت من شركات الأنترنت العالمية منذ عام 2013 المزيد من المعلومات في تحقيقاتها حول المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وإن بعض هذه التحقيقات قد تكون غير قانونية وتتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي حول حماية المعلومات الشخصية. وصلت سفينة سياحية كان على متنها نحو 1400 شخص حين تعطل محركها إلى مرفأ في شمال النرويج أمس الأحد بعد أن تم نقل مئات من ركابها في عملية إنقاذ جوية مميزة. وفقدت السفينة السياحية فايكينغ سكاي العمل بثلاثة من محركاتها وسط الأمواج العاتية قبالة سواحل النرويج السبت، ما دفع بربانها لإرسال نداء استغاثة.